زي ما انتم متعودين طبعا ان في الزمالك لازم تستخبى عشان تعرف تصور اي حاجة. بستخبى من السفارات هنا عشان اعرف اصور وكده، والراجل ده قفشني. انت عارف اسمك ايه؟ اسمع احمد. ماشي، وانا شعره اوي. عارفك حبيبي. فرصه سعيده قوي. الفرصه دي هتطلع معايا في الفيديو طبعا. حبيبي والله، فرصه سعيده يا حب. هي فوق هنا مش عارف. خلاص ماشي، شكرا. انا لسه مخلص ميتنج دلوقتي، في شغل مع براند مش عارف اقول اسمه، هتشوفوا حاجات يعني هتنزل قريب مش هقدر عليها دلوقتي، بس يلا نكمل الفلوج. المفروض النهارده هنروح ايفنت، بس عايز اوريكم حاجه. يلا نطلع على الايفنت. ده اخويا، ده اخويا ابو رجيله. كان بيرد برو، بس دلوقتي حصل ظروف. احلى بيرد في مصر. عندي البروس. اه والله. مساء الخير يا جماعه. معاكم طيب؟ يعني انا عايز انا عايز اقول الراجل ده. انا سعيد جدا بمعرفتك. انا سعيد جدا. تعالى خش معايا. يعني عمر ازيك؟ جاي من المشوار مهول. جاي من السوبر؟ انا اسمع المشوار. يعني عامة الترانزيشن غريب جدا من هنا لكايرو فيستيفال. شوف بقى اصحابنا ونرجع بقى للحياة العادية. احنا عامة يعني تعزمنا في مكان اسمه اورا. المكان الصراحة لذيذ قوي، واظن هنيجي تاني يعني وش. بس دلوقتي لا، بس المكان جامد قوي فعلا، ويعني هي دي حلاوة الفلوجز والكلام ده كله، ان هي بتجيب لي عزومات في اماكن بناكل اكل رهيب وبلاش. فده احلى حاجه في العالم. الفيديو اظن هيبقى قصير الاسبوع ده يا جماعه، فمعلش انا اسف ان انا ما طولتش شويه زياده، بس اليوم قصير، ودلوقتي هروح لناس حب منا كلهم بقى، يعني عيله بقى ومعاهم بيبيهات وبتاع، فيبقى المود مختلف خالص. I'm on the corner of a dead end street.
Nacho.